Welcome to the Security Plus Compatia Security Plus SY 701, uh, Chapter 1. Chapter 1 is 12% General Security Concept. But we have five chapters in the chapter, the Security Plus, and we start with chapter 1, and 50. Uh, 12% فالكابتر 1 جس جنرال كونسبت يعني الكلمات اللي احنا نستخدمه تعريف الكلمات اللي احنا نستخدمه في السيكوريتي بلس ف طيب قبل ما نخش في كابتر 1 نشوف الحاجات اللي احنا التولز اللي قاعدين نستخدمه في الكلاسيس كيف تقدر تفتح الكلاسيس و... وين تلقى الماتيريالز وكيف تقدر ترسل الهومورك وكيف تلقى اذا في اكزام كيف تلقاه وكيف تلقى الفيديوهات وين تلقى ال 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 بتاعنا احنا كل ما نخلص هننزل الباور بوينت برزنتيشن وننزل الفيديو برضو وننزل ال هننزل لكم برضو الكتاب والنوتس اللي يعني انت بتحتاج له وننزل لك الكلمات المطلوبة كلها تعريفه بالعربي وبالانجليزي كل الماتيريالز تلقاه احنا نشتغل بحاجة اسمه جوجل كلاس روم طيب كيف نخش على جوجل كلاس اذا انت عندك جيميل آه اكاونت اوريدي انت عندك جوجل كلاس روم تقدر تخش ب جيميل اكاونت بتاعك كده ف دقيقه تقدر تخش على كده طيب ام إذا ما عندك تقدر تقدر تكريت اكاونت فيا حبذا لو اي زول اعمل له جيميل اكاونت وتعمل اكاونت اذا ما عندك ايميل ممكن تعمل ايميل جديد في جوجل فالايميل الجديد ده تستخدمه حسي وتستخدمه بعدين لما نيجي نقدم في الشغل يكون لك ايميل خاص بالتقديم تستخدم نفس الايميل اذا ما عندك جيميل اكاونت أما لو عندك جيميل أكاونت عادي ممكن تستخدمه فنجي نشوف أنه كيف نخش على الجيميل أكاونت على جوجل كلاس كلاس روم طيب نسكر ده مثلا هنا إذا أنت already already logged in the Gmail تقدر شوف هنا فوق في far left corner at the top الماوس بتشاف عندكم مش كده نسكر شايفين الماوس بتاعي yes or no ايوه واضح شايفيني. طيب في corner هنا مكتوب جوجل اب تضغط على جوجل اب ده شعار بتاع جوجل كلاس روم نفس الطريقة اللي انت ممكن تفتح الايميل بتاعك وممكن تفتح شنو ال جوجل درايف او ممكن تفتح الجيميل او اليوتيوب بتاعك هي نفس الاكاونت جوجل كلاس جوجل درايف انا بقول جيميل لانه جيميل عنده خدمات كويسة جدا واحد من خدماته على جوجل عنده عنده جوجل درايف ممكن تنزل اي حاجه في جوجل درايف وبدوك لحد دي, آم, 15 جيجا بايت فري يعني ممكن تخزن حاجات لحد 15 جيجا بايت بعد داك ممكن لو داير زياده ممكن تزيد ال... ممكن, ت... ال... ممكن تزيد ال السعر بتاعك اوكي okay. ف اذا شخص ما يستخدم قبل كده طبعا قلنا زي ما انت تجي هنا أم... مثلا خلينا لو داير تعمل لوج ان تضغط هنا انا اوريدي عندي لوج ان هنا او نيو لوج ان مثلا انذر اكاونت بدك تكتب اليوزر نيم والباسورد بتاع جوجل بتاعك وش معاك في جوجل اكاونت اوكي طيب قلنا ميزات تا جوجل اكاونت عندك درايف وعندك كلاس روم عندك يوتيوب الدرايف طبعا عادي ممكن تعمل أبلوت لاي حاجه عندك زي وزي. تعمل. Uh, زي تعمل زي زي الكمبيوتر بتاعك ممكن تفتح الدرايف مثلا مثلا ده درايف تاني مثلا تقدر تعمل أبلوت لاي فايل شوف هنا تحت هنا لو هسه بدوك خمستاشر جيجا هسه انا بستخدم 7 جيجا فروم خمستاشر جيجا للبيرسون خمستاشر جيجا اتس انوف لو دار مور ستوريج ببغىت هنا شايف 15 فري كويس 15 بكفيك انت كشخص ما ما يكون الا لو عندك فعالات كثيره او عندك فيديوهات كثيره وكذا تمام فيديوهات بياخذ مساحه لو داير 100 جيجا بايت أه. بدوك ال 2 مانث الاول ب 49 سنت بعد كل شهر تدفع لهم دولارين برضو ما كتير يعني بدوك مية جيجا بايت كويس دي الحاجات اللي هم بدوك كويس وإذا داير ميتين جيجا بايت تدفع لهم خمسة وسبعين سنت في شهرين الأول بعد داك بتحول لثلاثة دولار في كل شهر طبعا كويسة ما ما غالي يعني ثلاثة دولار بدوك ميتين جيجا بايت يعني كل الحاجات الصور اللي عندك في تليفونك بتاع ممكن تحملهم في جوجل آه، جوجل درايف بعدين ميزة بتاع جوجل درايف ما, ما بخصنا كتير لكن فرصة انه يتعرف على جوجل درايف ميزة بتاع جوجل درايف آه، يعني عنده عنده جوجل دوك او جوجل دوكومنت عنده جوجل سلايد عنده جوجل شيت عنده جوجل فورم يعني لو داير كمبيوتر تاك لو ما في وورد عادي ممكن تشتغل من جوجل جوجل دوك دوكومنت عادي تكتب هنا وبتحفز طوال تلقائيا تدي اسم هنا بتحفز في الكمبيوتر بتاعك وكده كويس فده أنا بحبس إنه الناس يستخدموه لأنه أي 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 كمبيوتر تقعد فيه وتفتح تلقى كل المستندات بتاعك موجودة تقدر تكتب تضيف أي حاجة وتعمل مستند جديد وكده بالإضافة إلى إلى عندك الجوجل جوجل شيت زي الإكسل في اسمه ده نفس الإكسل تقدر تستخدمه من أي مكان أونلاين وعندهم الجوجل اسلايت لو هو داير تعمل PowerPoint Slide جوجل سلايد PowerPoint Slide وبعد انه من جوجل فورم اذا داير تعمل جوجل فورم تضغط جوجل فورم ممكن تعمل فورم وكده ده عن جوجل درايف كيف آه كيف تقدر تنزل فايلات من الكمبيوتر تعمل دروك اند دروب يعني تسحب تسحب الفايل من الكمبيوتر بتاعك تسحبه سحب وتفكه في داخل جوجل درايف بينزل اوتوماتيكلي اذا مثلا انا افك اقفل ده مثلا انا عندي فايل هنا عندي مثلا فايل بتاع ده let عندي فايل ده ده, ده, ده في الكمبيوتر تقدر أنزله هنا ما علي لا اضغط هنا واكون اكون ضاغط على الماوس واجيبه وافكه هنا شايف طوالي أعمل شنو أعمل لودين هنا بيعمل لودين هنا ف... تخلي حياتك في الكمبيوتر تخلي حيات... حياتك اونلاين خلي حياتك اونلاين اوكي okay. طيب ده عن الجوجل دوك يوتيوب طبعا ممكن تعمل كرييت ليوتيوب عندك فيديوهات دار تنزلهم في يوتيوب و يوتيوب مفتوح يعني ما محدد عنه how long كيف بتاع يعني في يوتيوب مفتوح تنزل أي حاجة ومفتوح يعني ما عنده مساحة معينة كده يعني في اليوتيوب تاني هنا عندنا جوجل طبعا في جيميل دي الايميلات بكون في الايميلات بتاعك وثالثا جوجل كلاس ده اللي بيهمنا تضغط جوجل كلاس روم اسمه كلاس روم طبعا ده الكلاسات ده الكلاسات اللي انا انا عندي لكن انت بيجيك الكلاس اللي انت مشترك فيه مثلا كلاسنا اسمه سيكيورتي بلس 701 هاي um, تك 224 بيجيك واحد بس انت تضغط على جوجل كلاس روم بشكل جوجل كلاس روم يكون كده ده ده اسم اسم الكورس طيب هنا في ستريم كلاس وورك بيبل جريد جريد ده ما بكون انت عندك جريد ده بس انا ك كا... ك كا... يعني instructor كويس آه تيجي تضغط هنا class work تضغط class work بظهر لك الحياة اللي احنا عندنا مثلا ده الاورينتيشن الفيديو بتاع امبارح ده الاورينتيشن تضغطه. اي حاجه فيه علامه بلو بتبلاي ده ما نعرف فيديو مثلا ده ده ده, الاورينتيشن الفات موجوده هنا داير تستمع له جست كليك اون ات كمبيوتر Computer بلس حكومة ما قادر يعني يتخلص من okay. من الهجمات ف فرحان ده, ده دل... لازم تعرفوا دل... نجي برضه ناخذ نشوف فيديو صغير طيب. عن السايبر سيكوريتي آم... اذا في دوكومنت او في اي نوتس مثلا ده ال... ده برضه فيديو اوكي okay. The video with talk Are you looking to get started in cybersecurity? Unlock the gateway to your cybersecurity career with CompTIA Security Plus. Okay, good. Um, here, is information, for example, the payment information. Here, for example, the link to the WhatsApp, so you can participate in it. Here, then Zoom. الانفورميشن بتاع الزوم اذا نسيته اننا هنا موجود ال ال اي دي زوم اي دي والباسورد موجود عندك هنا وهنا الكورس اوبجكتيف الكورس اوبجكتيف ف تي تضغط كده بيفتح معاك مثلا كورس اوبجكتيف ده بعدين نتكلم فيه الكورس اوبجكتيف بعد ما نخلص طيب إذا عندك أي هوم ورك بظهر لك هنا بالشكل مكتوب فيه كويس أو تيست أو أي حاجة ومجرد ما أنا أنزل أي حاجة هنا في جوجل كلاس روم طوالي بيجيك إيميل الإيميل اللي أنت مش مشارك فيه كويس بظهر لك الإيميل اللي أنت مشارك فيه طوالي بظهر لك بيجيك إيميل بعدك طيب آه بكون برضو هيكون مقسومة مقسومة مثلا the information مثلا إذا مشينا لسه إحنا أي حاجة درسناها هي نازل مثلا لو شفنا the previous class بكون مقسومة بالصورة ده مثلا آه مثلا chapter 5 و chapter 4 أي chapter بكون موجود بكون مقسمة كده Okay. اوكي بس احنا لانه أيوه. ما درسنا اي حاجه درسناها وح... هيكون بينزل عندنا هنا وكده اوكي okay. ده طبعا بكون فيه الدرجات بتاع الناس لسه ما عندنا اي هوم ورك كده طيب في زول عنده اي سؤال انه كيف يعمل اكسس لجوجل كلاس روم او عنده اي سؤال طيب فنكرر تاني انك انت بتخش بنفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الجيميل اكونت بتاعك اوكي طيب السلام عليكم مرحبا بك باشمهندس انا سؤالي في انه يعني انا هسه حاليا عندي الايميل عندي جيميل عندي اكونت في الجيميل طيب بس انا حاليا ما ادخل بعد المحاضره مثلا او بعد ما عندك تنزل شيء، على يعني طول بينزل لي دي في في جوجل كلاس روم لان انا ما اعرف انت يعني سؤال سؤالك شنو بالضبط سؤالك ما ما واضح لي يعني سؤالي انت كيف حتصل للإيميل بصحيح انت ربطت مثلا بالحايل يعني وكيف انا حتربط مثلا كيف حتنزل لي المحاضرات وانا اساسا لسه يعني سؤالك انك تقول كيف انك تلقى جوجل كلاس روم ولا شيء انا انا عندي انا اوريدي معي يعني جيميل okay. اوكي بس سؤالي في انه يعني بعد المحاضره انت بعد ما تنزل حاجه في جوجل كلاس روم انا اوريدي منزل على طول اي ما هو انت انت لازم انا ما رسلت انفيتيشن انت جاك انفيتيشن بتاع الكلاس ما انت لازم تكون مسجل الكلاس انا ما في الجريدة لسه عشان كده بس ما ما جارب. ف... كده سؤال يعني ف انت بترسل انا برسل انفيتيشن ترسل لي رسل لي الايميل بتاعك ترسل لي بيجيك ايميل وتعمل اكسبت بعد كده انت اوريدي بكون عندك الكلاس مجرد ما تمشي جوجل كلاس روم بس هريج الكلاس اه اوكي 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 هاي. ف ف رسل لي بتاكس انا هعمل أوكي. لك انفيتيشن اوكي 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 حاضر شكرا طيب انت عبيت الفورم قبل كده لا لسه اه لسه اوكي alright اوكي جود يعني انا ما الفورم ده ما جاني طيب معانا في الجروب بتاع واتساب ايوه وحضرت الاورينتيشن الاثنين كله حضرته يعني اوكي okay. خلاص بس جس رسلي لي ايميل بتاعك في نفس الجروب أو لا في رسلي في الخاص اوكي 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 هذا شكرا طيب في زول عنده سؤال ثاني هنا انت في فلتر انت مثلا داير بس الانفورميشن تضغط كده بيجيك الانفورميشن بس التوبيك بتاع الانفورميشن او اول توبيك بظهر لك كل التوبيك اللي عندنا مثلا تشابتر 1 بيجي بنزل طوالي هنا تهد بيجي بنزل فوق بيجي chapter 2 chapter 1 بنزل تهد بيجي chapter 2 وهكذا زي ما شفنا في ال في ال previous classes يعني مثلا قلنا chapter 1 هسيب اخر مثلا هنا عندهم اخر حاجه chapter 5 نزل هنا where's شابتر 5 بعد كده chapter 4 واي اي فيديو انا قاعد اخد فيه علامه زي ده لما تضغطوا بيجيك فيديو اي علامه زي ده لما تضغطوا بديك بيديك فيديو اوكي okay, وبوريك حتى فتره بتاع فيديو وكده وبعدك وبعد آه, هنا نكتب ch معناه chapter ده اختصار لchapter او domain 1 مثلا ch4 جاوب ال معناه شنو lecture number 4 اذا عندنا فيديوين في lecture واحد ممكن يكون l L1

chapter 1 lecture number 2 الاول chapter والثاني lecture number اوكي okay. ومر... مرات كثير احنا نضيف الو بالضبط شنو قدامه يعني بالضبط نضيف عن الchapter بيتكلم عن شنو كده مثلا uh, مثلا ده uh, ch2l2 uh, Vulnerability معناها uh, chapter 2 lecture number 2 ده علامة فيديو بتكلم عن vulnerabilities ده المصطلحات اللي احنا بنشتغل بيها هنا طيب في اي سؤال عن جوجل كلاس طبعا عادي زي ما قلنا زي وزي بتاع تيجي تعمل ممكن تعمل sign out هنا تيجي تعمل sign out مثلا اوكي okay. إذا ما دارت تعمل ساين أو تمشي لإيميل بتاعك بس تضغط هنا وتمشي لإيميل بتاعك أو تمشي جوجل درايف بتاعك وهنا نخصص في جوجل درايف فايل بكون فيه شير إنك أكسس أي وقت ممكن تنزل فيه حاجات لقيت حاجات بخصوص السكيورتي بلس أسئلة بتاع داير الناس يستفيدوا منه تنزله هناك أي زول بكون له أكسس وكده أي زول طبعا جوجل فيه حاجات كتيرة فيه كاليندرز فيه حاجات كتيرة جدا يعني زول ممكن نستفيد منه وكده ده كله أبس ممكن تستخدمه كده جوجل ترانسليت لو عندك حاجة دار تعملها ترانسليت يس from عربي to انجليش او انجليش to عربي so alright طيب ده عن الجوجل كلاس زوم طبعا عادي يزول يستخدم زوم اذا في زول عنده مشكله انه كيف ما بيستخدم آه ما قادر يستخدم زوم ما قادر يعمل لوج خليه يوريني ممكن اشرح له ليتر طيب لو مشينا للكلاس بتاعنا ونقول جوجل كلاس هنا classroom 701 الكلاس بتاعنا نمشي ل... قلنا طوال what do you classwork I click classwork I click classwork course objective pdf this ok gonna stop here